يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم التصدق بمال الطفل الصغير أو بمال كبير السن الذي لا يدرك ولا يعي؟ لا يجوز، لا يجوز للمتولي على مال القصر أو مال المهجور عليهم من كبر أو من أشبه ذلك، لا يجوز أن يتصدق صدقة تطوع، وإنما يخرج الزكاة الواجبة فقط، فولي اليتيم يزكي ماله، والولي على مال المهجور عليه أيضا يزكي ماله، ينوب عنه في ذلك. وأما التبرع فلا يجوز. نعم.